واحد أبي. هنجاوب شوية أسئلة. قبل الأسئلة دي عايز أقول الناس اللي جم سلموا عليا في يوم العيد وكانوا بياخدوا شوكولاتة وحاجات زي كده، الظاهر في واحدة منهم وقعت منها ساعة، والساعة موجودة عندنا، فإذا كانت اللي وقعت منها الساعة دي فاكرة تيجي تفوت علينا وتقول شكلها ايه ونديها لها. موجودة عندنا. تاني حاجة، في كنائس طلبت مني مقابلات، فإن شاء الله هخلي فيه مقابلات أيام الاثنين للكنائس من 6 لـ 8 ميعاد، أو من 6:30 ومن 8 لـ 10 ميعاد. يوم الاثنين اللي جاي 9/4 من 6 لـ 8 اجتماع مع كنيسة منشية التحرير، ماري جرجس في منشية 29. وما اللي قلت ايه؟ 29 طبعا، 29/4 من 6:30 لـ 8 منشية التحرير، ومن 8 لـ 10 ماري جرجس في المنسي. هم بيسموها الظاهر لكن هي منسي ظاهر زي ما تطلع. يوم الاثنين 6/5 من 6 لـ 8 ماري جرجس مصر الجديدة، ومن 8 لـ 10 ماري جرجس منشية الصدر. عايز اقول حكاية مش لا تخفى عليكم، لا تخفى عليا. ساعات في يوم من الايام اقول يجتمع الشعب الفلاني، وربما يكون الشعب يجتمع لاختيار قسيس، فيكون كاهن الكنيسة ليه نفس في واحد ينقي شعب على مزاجه من النوع اللي هيقول الاسم اللي هو عايزه. طبعا الحكاية دي ما بتنفعش معايا. ازاي بعرفها؟ دي سر المهنة بقى. فنصائحي للآباء الكهنة ما ينقوش ناس على مزاجهم، خلينا نبقى كده بطريقة روحية سليمة يجوا الناس، وإلا هلغي الاجتماع. مش هلغي عن ما قابلهم شيء، هقابلهم وقول لهم ده ما ينفعليش، وبعدين أبتدي أعرف عن طريق الشعب نفسه وعن طريق الاجتماعات العامة اللي زي دي مين اللي دعوا ومين اللي ما دعوش، وبتجيني جوابات من كل حتة، مش بس جوابات في الاجتماعات، وجوابات من على الباب، وجوابات في البوسطة، وجوابات تسليم يده، وحاجات ملهاش حصر. فأحسن تيجي منكم ما تجيش مني. كمان انتوا كشعب تقدروا تيجوا حتى لو ما دعوكوش تعالوا، وتقدروا أثناء القعدة لو لقيتوا أن الموجودين لا يمثلوا الشعب اكتبوا لي ورقة وقولوا الموجودين لا يمثلوا الشعب. مفهوم الكلام ده؟ مرة أحد الآباء الكهنة كان عايز يرسم قسيس، وأنا بقول من حق الشعب أن يختار رعية، وبصيت لقيت قصادي شعب كتير واختار واحد، وبعدين في الآخر قالوا لي لا ده جاب ناس من قرايبه ومن معارفه من الحي الفلاني ومن الحي الفلاني، وانا مش واخد بالي. ابتديت بقى تنصحنا يا ابوي، وابتديت افهم الحكايه. انا بعدين ان شاء الله، اصل الناس ساعات يقولوا من حق الشعب ان يختار، وبعدين نسال من هو الشعب؟ كل واحد فاكر ان هو الشعب، والقسيس فاكر ان الشعب هم الناس بتوعه اصحابه، وبقية الناس دول مش شعب. فعايز برضو انظم حكاية من هو الشعب.
دي ان شاء الله هنظمها تنظيمة على اخر اسبوع، وبقولها لكم وهبقى اعلنها في الوقت المناسب. سؤال واحد بيقول: ما زال موضوع تجارة القربان تثير كثيرا من التساؤل، هل هي توهب كبركة من الكنيسة للشعب بثمن رمزي ولا يصل الأمر أن تنزع القربان من أيدي أحد الشعب لأنه لا يملك الثمن الباهظ المطلوب كثمن للقربان؟ أين مشروع قربان الكاتدرائية وأين المتطوعين الذين ستشرف عليهم كما صرحت قداستكم من قبل؟ صحيح الحكاية دي بقت تمثل إشكال، وساعات القربان يبقوها بخمسة وعشرين قرش، خمسين معلش أصلا أنا بجيني القربان بلاش بيجيبوها لي من قربان الحمل وده ما بيتباعش، ده خمسين ده ممكن القربني يبقى من كبار الأثرياء يعني. الغلطة ان احنا برضو ما بنعملش قربان يمنع هذا الاحتكار. طب فكروني كل اسبوع قولوا لي فين مشروع القربان، فين مشروع القربان، وانا هبتدي اخش في الموضوع ده احط ادي الورقه دي. بس فكروني بص بكيبي. طيب واحده بتقول: انا فتاه في الدبلوم ونحن في نهاية آخر العام ولم أعرف أن أذاكر ولا أركز. أنت بتقولي لي النهاردة يعني قبل الامتحان بكم يوم؟ معلش على قد ما تقدري وجايز، ربنا يوضع سره في أضعف خلق، ذاكري على قد ما تقدري وربنا يساعدك. أنا بس بقول لك الكلام ده في أيام الامتحان، لكن لو كنا في وقت تاني كنت اديتك درس ده. واحدة بتقول: أنا واحدة مخطوبة فاضل لي 4 شهور واتجوز إن شاء الله، وأنا لا أفهم خطيبي لأن أبي وأمي متمسكين بالتقاليد، وبالطبع أبي وأمي هم اللي اختاروه ولم ياخدوا رأيي، ولما بتحصل مشاكل يفضلوا يشتموه ويشتموني رغم انهم اللي اختاروه، مش عارف اعمل ايه. طبعا مفروض ان اللي يتجوزوا يكونوا متفاهمين مع بعض، شغل بلدياتنا بتوع زمان ان الواحدة ما تشوفش خطيبها غير يوم ما يحط الدبل في صباحها. طب ما جايز يكونوا مش متفاهمين والزواج ما يمشيش مظبوط. من حقهم انهم يعرفوا بعض ويفهموا بعض، وحكاية يشتموا الاثنين لما يحصل خلاف دي مش حل مشاكل، دي لا، الشتيمة ما تحلش مشاكل، لازم يعرفوا بعض ولازم يفهموا بعض. خلي حد من الاباء الكهنة يخش في الموضوع، حد من جرباتك يخش في الموضوع الاخر. شعب كنيسة من الكنائس بعتين لي الورقة دي، بيقول: شعب كنيسة كذا عايزين كهنة جدد من خارج شعب الكنيسة وبدون تدخل ابونا وكفاية مشاكل. لما نجتمع معاكم في اليوم اللي يحدد يعني يبقوا تقولوا لي الاسماء اللي انتوا عايزينها من خارج الكنيسه. لكن اللي عايز اقوله لكم
هو ان الكاهن لما بيكون خارج منطقة الكنيسة ان ما كانش عنده عربية ساعات بيجي القداسات ويمشي وما عندوش فترة للافتقاد لانه مش ساكن في المنطقة. لما بيكون ساكن في المنطقة بيكون عارفها وعارف شوارعها وحواريها وعارف سكانها ويقدر يمر ويفتقد لانه عايش في المكان. ولو كان من خارج المكان وعنده عربية بيقدر يلف ويفتقد. فما تاخدوش الامور من جانب واحد بس بواحد من خارج. شوفوا برضو ايه طريقة افتقاده ومعرفته بالحي وروحه وشكله الى اخره. ادرسوا برضو الموضوع واذا كان عندكم حد تقدموه قدموه. بقية الكنائس هنشوف لها مواعيد ان شاء الله. بقية الكنائس هنشوف لها مواعيد ونتفق مع بعتين لي جوابات يقولوا ونحن ايضا. واحد بيسأل على الآية بتاعتي يوجد إله واحد وسيط واحد. أنا جاوبت على دي في مقالات الشفاعة اللي بتنشر في مجلة الكرازة اقروها. وهطلع كتاب إن شاء الله عن اللاهوت المقارن فيه المشاكل اللي بيننا وبين البروتستانت واللي بيننا وبين الكاثوليك ويعني يبقى كل واحد عايز يعرف الحاجات دي اللي إيه جواها. واحد بيسأل بيقول ماذا يقصد الكتاب بقوله وبكل خديعة الاسم في الهالكين؟ حكاية خديعة الاسم في الهالكين دي وردت في تسالونيك الثانية اصحاح 2 لما بيتكلم على انسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها اللي هو ضد المسيح الانتي كرايست اللي الناس بيسموه المسيح الدجال لكن زي ما بقول الاسم ده مش موجود في الكتاب. هيعمل آيات وعجائب بقوة الشيطان وكل خديعة الإثم في الهالكين. يعني الشيطان هيخدع الناس بآيات كاذبة. أدي خديعة الإثم، خديعة الشر. الشيطان هيخدع الناس بآيات كاذبة ويهلكهم. أدي خديعة الإثم في الهالكين. هل تنطبق على بعض الناس آخر الأيام؟ هي هتكون في آخر الأيام. لأن في تسالونيك الثانية إصحاح 2 بيتكلم على مجيء المسيح الثاني وما يسبقه على طول، فدي الأيام اللي تسبق المجيء الثاني. واحد بيقول هل بروتستانت يعتمدون في البحر أو في أي مكان به مياه؟ ما أظنش عندهم، تلاقي برضه معمودية في كنائسهم. بس حكاية البحر دي احنا عندنا علشان نعمد لازم بنصلي على مياه المعمودية ونحط فيها ميرون. فالصلاة لتقديس مياه المعمودية قبل ما نعمد حد. دي أول نقطة. فهل هو هيروح يقدس مياه البحر كله؟ يعني مش معقول. تاني حاجة، مكان المعمودية بيكون في الكنيسة ومكان مقدس ومكنون محدش واخد باله. لكن واحد ياخد واحد يروح على البحر في الشاطئ والناس يتفرجوا عليه، دي يعني غير لائق يعني. ويقلع ويلبس في البحر والقسيس ينزل له في البحر ولا حكايه ايه؟
زمان كانوا بيعمدوا مثلا زي في نهر الأردن ده كان 3000 واحد، يعني الشعب كله تعمد، الشعب كله اتعمد. دلوقتي طبعا ما بيحصلش الشعب كله بيتعمد. واحدة بتقول خرج ابن من المنزل منذ سنة ونصف وفي نيته انه يترهبن، وسألت في معظم الأديرة دون جدوى، كاتبة لي الاسم هدور عليه، حاضر ادور عليه اشوف حكايته ايه. سؤال: هل يحق للمرأة ان تسقط جنينها وهي حامل 40 يوم فقط؟ هل تعتبر خطية ام لا؟ ما دام الجنين تكون ولو كان عمره ساعة أو دقيقة أو ثانية يبقى التخلص منه جريمة قتل. هقول لكم الحكاية دي، السؤال ده وراه نعكيشة، هقول لكم إيه نعكيشة. البعض، ولا أدري من أين أتوا بهذا الكلام، ربما أتوا به من أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديثة اللي بيسموها نيو بلاتونيزم، إن الأرواح دي بتتخلق خلق وتخش في الأجساد في وقت معين. التفكير ده مش مظبوط، بس هم جايبينه من أفلاطون. فيقولوا مثلا ان الروح دي تبتدي تخش في الجسد في اليوم 40، يبقى ما دام ما دخلتش قبله يبقى لما يسقطوا الواد ما سقطوش انسان كامل، فيبقى مش خطيه. طب جابوا منين ان الروح بتنزل في اليوم 40؟ وادي معاك الكتاب المقدس كله اهو، لو طلعولي من الكتاب ده ايه واحده تقول ان الروح بتتخلق والروح بتخش في اليوم 40 نصدق الكلام ده. مش ممكن، الكتاب ده صاحبنا واحنا اصحابه وعارفين كل اللي فيه، مفيش حاجات زي ده. فعشان كده يقول ما دام في يوم قبل 40 يبقى شوية دم نزلته، شوية دم ده دم ده بويضة مخصبة لو أعطيت الفرصة تبقى كائن حي، كائن حي كامل. كون إنها لسه ما وصلتش لدرجة كائن حي، لكن دي أول تكوينها كده. ما دام أخصبت البويضة أصبح التخلص منها هو التخلص من جنين ولو ولد بعد حين. جنين يعني جنين، لكن نقول 40 يوم، وانت لما تقتل طفل عمره 40 يوم مش تبقى ترتكب جريمة قتل برضه؟ ولا قتل العيال ده حلال؟ على رأي المثل يقول يتعلموا الزيانة في رؤوس اليتامى، فده يعني يتعلموا جريمة القتل بالنسبة للأطفال مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. المرأة إذا حملت اعتبرت أم ولها طفل وإب، وكون إنها تقتل الطفل ده حرام، وكون إنها تقتل طفل لا يملك الدفاع عن نفسه حرام تاني، وكون وهي أم بتقتل ابنها يبقى عندهاش مشاعر أمومة. وحط في دي بقى مجموعة من الخطايا، مين عارف يا بنت الواد اللي هتقتليه ده يمكن ينزل يبقى حاجة تاني، يمكن ينزل يبقى إنسان كبير وتفتخر بيه وتفرح بيه ويسموك أم فلان.
فيش حاجة زي دي. الحكاية غلط ومبنية على أساس غلط. ده ممكن بقى الناس أصحاب الرأي بتوع الروح لما بتنزل يقول لك لا دي بتنزل في الشهر الرابع، ما دام بيقول 40، 40 ورابع يعني جت منين؟ هو ليها أساس؟ كله ماشي. ويبقى في الحالة دي قتله في العيال زي ما انتوا عايزين وقول له الروح ما نزلتش. واحد بيسأل على كورنثوس الأولى 7 اللي بيقول إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه، بيقول أنا تعرفت على واحدة لا تؤمن بوجود الله وطلبت منها أنها تكون مسيحية حتى يمكن الزواج، وحتى ولو تتعمد فقط، فهل يحل لي الزواج منها؟ هو طبعا لما السؤال بيقول إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، يعني هي مراته فعلا يعني وغير مؤمنة. يعني زمان أول ما جات المسيحية كان بيبقى فيه ناس متجوزين وبيخشوا في المسيحية، فساعات يخش الراجل والمرأة لسه ما دخلتش في المسيحية، فله امرأة فعلا يعني متجوزة سواء وهم يهود أو وهم أمميين، بس هي غير مؤمنة وقالت له تسكن معاه. فالكتاب بيقول خليها تسكن معاك، ربما انت تؤثر عليها وتدخلها في الايمان. ومع ذلك بيقول ومنين يضمن الراجل انه هيقدر يأثر على المرأة ويدخلها في الايمان، او منين تضمن المرأة تأثر على الراجل؟ ولهذا قال الرسول تعقيبا على هذا الامر في كورنثوس الاولى 7:15 ولكن ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. يعني هم متجوزين قبل كده، مش لسه هيتجوزوا، متجوزين قبل كده، وواحد فيهم دخل في الإيمان والتاني لسه، بيقول له صبرك عليه ربما تدخله في الإيمان، إن ما دخلش أنت مش مستعبد، عايز تسيبه تسيبه، لكن مش تروح تاخد لك واحدة بوذية ولا واحدة كونفوشيوسية ولا واحدة هندوسية وتيجي تقول ترتضي انها تسكن معاه. تسكن على اي اساس؟ الآية بتقول له امرأة يعني متجوزها قبل كده، ما تفسرش الآيات على مزاجك او على مزاج المرأة غير المؤمنة. واحد بيقول أصبحت في قلق شديد في حياتي بسبب المشاكل العائلية بين أبي وأمي، يقعد يتخانقوا، هو يقول حتى لما أكون في الصلاة أسيب الصلاة من أكل الخناقات اللي بين أبوه وأمي، يعني يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. شوف يا ابني أنت هتعيش في الواقع، يعني طبعا دول أبوك وأمك ومش هتقدر تغيرهم بأب وأم تاني، يعني دي خلاص. إن قدرت تعمل خير معاهم قدرت، إن قدرت تصالحهم قدرت، ما قدرتش خليك في حالك، خليك في حالك. واحد بيقول لي حضرت من أسيوط خصيصا لمقابلة قدستكم مقابلة شخصية وأخذت أجازة من عملي حتى نهاية يوم السبت إن شاء الله. طبعا الأسئلة دي جت من الأسبوع اللي فات، يعني زمان نروح، بس أنا عايز أقول لأمثال هذه الحالة مش أصول تاخد أجازة وتيجي غير لما تضمن المقابلة في الأول، مش تيجي وتقول عايز أقابل. طب افرض أنا ما كنتش موجود، أنا مسافر، يعني ما تجيش كده، تتصل بالتليفون تشوف طريقة تبعت جواب وبعد ما تضمن معاد تبقى تيجي تقول اهو ما متحدد لي معاد. برضو ناس كتير بيشكوا من انهم ذهبوا الى اب الكاهن للاعتراف ولقوه غير موجود او مش فاضي، يعملوا ايه؟
يا ريت اباء الاعتراف ده هم اللي يجاوبوا لي على السؤال ده، يعني بلاش انا اللي جاوب عليه، ويحددوا مواعيد للناس. ان كانوا يعني كل وقتهم مش كفايه والجهد اكبر منهم، يقولوا لنا نرسم اسس جديد جداد عشان اعترافات. لكن الواحد يتعب ويجي وما يلاقيش اب الاعتراف برضه مشكله. واحد بيقول في يوم احد الشعانين نبه احد الاباء الكهنه بالكنيسه على الشعب انه من مساء يوم خميس العهد يكون صوم انقضائي حتى خروج قداس العيد. وفي يوم الجمعه العظيمه نبه مره ثانيه وقال ان محدش قدر ممكن ياكل بعد خروج الكنيسه اليوم. عايز اقول نقطه في الموضوع ده. في مسألة الأصوام لابد أن يراعي الآباء الكهنة أن ليس جميع أفراد الشعب في درجة روحية واحدة، وفي ناس من الشعب مبتدئين في الصيام وناس متقدمين، فما يقدرش يفرض على الكل نظاما واحدا، إنما كل إنسان على حسب ما يستطيع، مش بس من جهة التدريب الروحي، ان واحد متمرن على الصيام واحد مش متمرن، واحد نامي في الروحيات واحد مش نامي، ده حتى من جهة الصحة الجسدية، من جهة الصحة الجسدية مش كل واحد يقدر ينقطع عن الطعام زي التاني. صحيح أيام الآباء الأول كان بيحصل كده، لكن مش كل الناس بيقدروا، مش كل الناس في صحة واحدة. طب افرض برضه في ناس بياخدوا أدوية وليها مواعيد. يعني أنا أرجو من الآباء الكهنة في مسائل الصيام إنهم لا يفرضون نظاما موحدا لكل الشعب. الشعب ليس واحدا في درجته الروحية وليس واحدا في صحته ولا في ظروف عمله ولا في سنه. في ناس في سن الشيخوخة وناس في سن الطفولة واحتمال دول غير دول. وبعدين الأب الكاهن يقول كده ويرجع يوم الجمعة يقول اللي ما قدرش ياكل، يعني بلاش الأسلوب ده. أنا عايز أقول لكم إن النظام اللي كان موجود في أيام الآباء شيء، واستطاعة الناس إنهم يقدروا أو ما يقدروش، ظروفهم تسمح أو ما تسمحش، صحتهم روحياتهم، ده شيء آخر. مفروض كل واحد له ظروف. واحد بيقول عانيت كثيرا من معاملة أهلي الذين اتصفوا بالبخل في كل شيء. جايز يا ابني مش قادرين. البخل يعني عنده فلوس ومش راضي يصرف. لكن افرض واحد ما عندوش. على كل نخليك راجل عصامي وانسان عصامي كده مظبوط، واللي تقدر عليه تقدر عليه، واللي تقدر تاخده منهم خده، واللي ما تقدرش تاخده ربنا يرزقك من مصدر اخر. وياما في ناس عصاميين كانوا بيبقى تلميذ وبيشتغل في الأجازة ويكون له قرشين، وبالقرشين دول يساعد نفسه في فترة الدراسة وبيكونوا نفسهم بنفسهم. فمعلش خلي ظروفك دي تعلمك انك تبقى عصامي وتعتمد على نفسك وتقدر تجيب لنفسك إيراد بتشتغل وتوكل روحك إلى آخره.
آخر سؤال، ماذا يفعل الإنسان إذا فقد الأمل؟ هو في سؤال قبل هذا، لماذا يفقد الأمل؟ يعني مش تقول يفقد الأمل وبعدين نعالجه ازاي، ليه بيفقد الأمل؟ اللي بيفقد الأمل ده يبقى ما عندوش رجاء في الله، وما عندوش إيمان في مساعدة ربنا. ما تفقدش الأمل أبدا، لازم تحط في مخك أن ربنا قادر على كل شيء، وربنا عنده حلول كتيرة، وربنا يقدر يصلح لك الأمور، واللي ما يجيش النهاردة يجي بكرة، وكل حجرة مغلقة لها مفتاح، وكل سكة مسدودة ربنا يقدر يفتحها. خليك كده مبتسم، نكتفي بكده وناخد ترتيلة دقيقة دقيقتين بس، وبعدين نخش في موضوعنا. بسم الاب والاب والروح القدس الاله واحد. في حياتنا الروحية ربنا بيعمل كتير من أجلنا، لكن لازم احنا ايضا نعمل. ساعات البعض في الروحيات يركز على عمل الله فقط وينسى الجانب البشري تماما، ويفتكر ان دي روحيات. يعني يقول لك كله بالنعمة، كأنك انت ما فيش حاجة، أو يقول لك دم المسيح هو كل حاجة، أو يقول لك المسيح غلب العالم نيابة عنك، يبقى أنت غالب ومنتصر وخلاص بالعافية كده. المشكلة في أصلها هي الآتي، أقولها لكم كده بصراحة وبعدين نخش في الكلام المظبوط. المشكلة إن البعض يقرأ الكتب الأجنبية ويترجمها ويلقنها للناس كما هي، ويأتي بروحيات غربية ويفرضها على الفكر الأرثوذكسي، وده مش مظبوط. وبيبان، يعني اللي بياخد من الأجانب بيبان، تلاقي كل شوية والتاني كلمة أجنبية ترجمة بتاع الأخ. يقول لك ربنا بيحبك، وكفاية عليك إن ربنا بيحبك، وما دام ربنا بيحبك يبقى خلصت الشغلانة. مين قال خلصت الشغلانة؟ الحب من جانب واحد لا يمكن أن يكفي. ربنا بيحبك يبقى لازم أنت تحبه، ويبقى محبة متبادلة، محبة مشتركة. طب ما ربنا بيحب العالم كله، هكذا أحب الله العالم كله. لما ربنا أحب العالم كله، هل خلص العالم كله؟ لا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا في شرط. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، يعني مش الكل صار، أما الذين قبلوه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يعمل البر هو مولود منه، يعني مش كل واحد نقدر نسميه ابن لله. الآيات دي أقولها لكم شواهدها عشان تعرفوها. ها
هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية، في يوحنا 3:16. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، في يوحنا 1:11. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل بر مولود منه، في يوحنا 1:29. احفظوا الحاجات دي. يبقى مش معناها أن ربنا بيحبني أبقى أنا خلص، لابد أن أبادل الله حبا بحب. طب ودي جت منين؟ جت منين؟ جت من الكتاب. المسيح ما بيحب تلاميذه، وبيقول الكتاب كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى، دي في يوحنا 13. ومع ذلك المسيح بعد ما قبل بعد القيامة قبل بطرس قال له أتحبني؟ يبقى مش يكفي ان المسيح بيحبهم حتى المنتهى، لازم انت برضو تحب المسيح. أتحبني؟ قال له ايوه يا رب. قال له طب وريني محبتك بقى دي تيجي ازاي، ارعى غنمي، ارعى خرافي، الى اخره. يبقى في عمل. هو كفايه ان ربنا بيحبك؟ طب ما ربنا بيحب الدنيا كلها، لكن لابد انك انت تبادله حبا بحب. عشان كده بيقول ربنا يا ابني اعطيني قلبك وان تلاحظ عيناك ترى. انا بحبك وانت في نفس الوقت لازم تديني قلبك، ما تبقاش محبه من جانب واحد، من جانب الله فقط والبشر مفيش، مش هتسلك الحكايه دي ابدا. اعطيني قلبك، ومش بس تديني قلبك، ولتلاحظ عيناك طرقي. ليه الاتنين دول مع بعض؟ لان ربنا زي ما ورد في يوحنا الاولى في الوحي على يوحنا بيقول ايه؟ لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فربنا بيحبك دي واحد، يبقى انت لازم تحبه نمره اتنين، وعشان تحبه تديله قلب، ولما تديله قلبك ما يكونش كلام مشاعر وكلام في الهوى وباللسان وبالكلام، بالعمل والحق. يبقى زي بالعمل والحق تلاحظ عيناك تربه. ولذلك يقول من يحبني يحفظ وصاياي. يجي لك واحد يروح شايلك من الشغلانه دي كلها، يقول لك اطمئن وافرح كل حين، ده المسيح بيحب. طب كويس، طب افرض المسيح بيحبني وانا ما بحبوش، افرض المسيح عايزني وانا مش عايزه، يبقى ليه هتوصلني؟ هتوصلني ازاي؟ ما المسيح مرة قال كم أردت، كم مرة أردت ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. أنا أردت وأنتم لم تريدوا. ما ناخدش المحبة أبدا من جانب واحد، ونقول ربنا بيحبنا. ربنا بيحبنا دي نص الحقيقة، النص الثاني لازم إحنا نحبه زي ما أحبنا. والرسول بيقول كده في يوحنا الأولى 4:9، بيقول نحبه لأنه هو أحبنا قبلا. مش أحبنا قبلا وخلصت، لا، لازم إحنا نحب. وتأكد لن يدخل ملكوت الله إلا الذين يحبون الله، غير كده مفيش، لا مفيش. هي دي. يجي أشخاص يضحكوا على الآخرين، يتملقوا الجماهير، افرحوا انتوا خلاص بقيتوا في الملكوت، انتوا خلاص طلعتوا في السماء، انتوا خلاص ورثتوا. يا عم ما تجيش الحكاية كده، احنا هنضحك على الناس. صحيح في عمل عمله الله من أجلنا، لكن لابد أن توجد استجابة عندنا لكي نتمتع بعمل الله، وإلا كان ممكن جميع أهل العالم يخلصون.
الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يؤمنون، لكن هل خلصوا كلهم؟ ما خلصوش. ليه؟ لانهم لم يبادلوا الله حبا بحب. في عمل لازم احنا نعمله. تقول لي وربنا؟ هقول لك ربنا بيعمل ايه. ربنا بيقول لك انا واقف على الباب واقرا، انا بخبط على باب قلبك، وبعدين من يفتح لي ادخل. طب افرض ما فتحش، يبقى ربنا ما دخلش، يبقى استفاد ايه؟ لكن تقول لواحد ما دام ربنا بيحبك يبقى افرح وانبسط، اديك خدت الملكوت بالايمان بمحبه ربنا. احنا نؤمن كل الايمان بمحبه ربنا، لكن نؤمن ايضا ان لابد ان نبادل الله حبا بحب. والحب ده ما يكونش في القلب فقط، يكون في القلب والعمل، زي ما قلنا ليس بالكلام ولا باللسان. ازاي؟ كلمة لطيفة خالص في النشيد الاناشيد، انا فاكر العبارة دي وعصت عليها وعظة سنة 70 يمكن، في نشيد الاناشيد: اجعلني خاتما على قلبك خاتما على ساعدك. خاتما على قلبك مختوم على قلبك في عواطفك، وخاتم على ساعدك في ايدك في العمل. يعني مش بس يكون ربنا خاتم على قلبك، لا ما يكفيش دي، لازم خاتم ايضا على ساعدك. خاتم على قلبك بالايمان، خاتم على ساعدك بالاعمال. هو بس تقول احط ربنا في قلبي ومحبة مع إيقاف التنفيذ، مفيش بس محبة وبس. أقول لي يا رب كفاية إن أديك قلبي، طب ما توريني المحبة الحقيقية دي. لا نحب بالكلام ولا باللسان، زي واحد يديك عواطف وما يعمل لكش حاجة، مجرد كلام. يقول لك يا سلام ده أنت في عينيا من جوك، ده أنا لو طلت أموت علشانك مستعد. طب يا اخي ساعدني، يقول لك ده انا افديك بحياتي. طب ما تساعدني. كلام 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 وعمل ما فيش. لا الحكايه ما تجيش كده. اجعلني خاتما على قلبك، خاتم على ايه؟ على ساعدك. الله احب وبذل. انت تبادله حب بحب، ايضا تحب وتبذل، توري له محبتك بانك تتعب من اجله، توري له محبتك بانك تضحي ببعض الملاذ بتاعتك او بكلها من اجله، توري له محبتك انك بتحبه اكتر من العالم، وإنك لا تدخل منافسا له في قلبك. هذه المحبة. لكن محبة كده كلام. تركيز الناس على محبة الله فقط بينسوا العامل البشري، مشاركة الإنسان لله في الحب. لما واحد جه للمسيح وقال له ايه الوصية العظمى في الناموس؟ قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك من كل قوتك. يبقى مطلوبة منك الحكاية دي، مش بس من وصايا العهد الجديد، دي الوصية دي موجودة في العهد القديم، موجودة في سفر التثنية إصحاح 6، بيقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك.
وبعدين تحب قريبك نفسك. إن كانت محبة الله فقط، إذن إيه لازمة الوصايا؟ يقول لك لا، هو يحبني وهو اللي يشتغل فيه وهو اللي ينفذ لي الوصايا، وأنا أنام وأنعس وأحلم بالحياة الأبدية وأصحى ألاقي الحياة الأبدية مكتوبة لي في الكتاب المقدس. بلاش دلع أرجوكم، إحنا نحب ربنا عن الحب بجد، لكن هذا الخيال الخالي من العمل لا يوافق أبدا وصايا الله. تقول لي حياتي الروحية هي نتيجة لعمل الروح القدس فيا وليس لعملي أنا. أقول لك نص كلامك صح ونص كلامك غلط. حياتك الروحية نتيجة لعمل الروح القدس فيك، دي صح، ولكن نتيجة أيضا للشركة مع الروح القدس. والشركة مع الروح القدس آخر آية موجودة في الرسالة الثانية لكورنثوس، كورنثوس الثانية 13-14، ودي اللي بناخدها احنا في البركة. بنقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس. لازم انت تشترك مع الروح القدس في العمل، لأن الروح القدس جايز يعمل معاك وانت تحزن الروح وتطفئ الروح وتقاوم الروح وتجدف الروح، الكلام ده مينفعش. لكن انت عايز تقول ربنا يعمل من أجلي وانت بتعملش من أجل نفسك، مش معقول، لازم تشتغل. ما هو ربنا بيقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم، مد ايده طول النهار، ادي عمل ربنا، والشعب الثاني معاند ومقاوم. لازم انت تعمل من اجل ربنا، لازم انت تعمل ايه من اجل ربنا. يعني اجيب لك مثل من الامثله، الناس اللي بيقولوا كله بالنعمه او عمل ربنا كفايه، انت يعني مهما عملت ومهما كان ليك صله بالنعمه هتكون اكتر من بولس الرسول في النعمه؟ ده كل علماء الكتاب المقدس يقولون لم انه لم يتكلم احد عن النعمه مثلما تكلم بولس الرسول. ومرة بالمرات قال لست أنا بل نعمة الله العاملة في، وقال النعمة التي تعمل في بقوة. عايز أكثر من كده؟ وقال النعمة دي عملها في ليس باطلا. ده كويس. طب إيه يا بولس، اتكلت على عمل النعمة فيك؟ يقول لك أبدا، ده أنا أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح. طب المسيح أدركك من أجل خلاصك، وأنت أسعى لعلي أدرك وتسعى بس؟ لا أبدا، ده أنا جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي. يعني مش يسعى بس، جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي. طب والنعمة؟ النعمة بتشتغل لكن لازم أنا أشتغل معاها. النعمة تشتغل لكن لازم أنا أشتغل معاها. الروح القدس يعمل فيا لكن لازم أنا أشترك مع الروح القدس في العمل. وبعدين يقول إيه؟ يقول وأنا تعبت أكثر من جميعهم، وأنا تعبت أكثر من جميعهم. تعب اكتر من الكل، وبيقول كل واحد بياخذ اجرته بحسب تعبه. اذا لابد تتعب من اجل ربنا وتاخذ اجرتك بحسب تعبك. تتعب من اجل ربنا وتاخذ اجرتك بحسب تعبك. ومش بس كده، بيقول اقمع جسدي واستعبده.
ده بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده. ليه؟ لألا بعد ما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. بولس يقول كده. أيوة يقول. طب وانت يا بولس تقمع جسدك ليه؟ ما تخلي النعمة هي اللي تقمعه لك وتخليك انت عامل قمعه كده جاهز. لا، ده أنا اللي أقمع وأستعبده. وتقمعه وتستعبده ازاي؟ تدربت أن أشبع وأن أجوع، أن أكتفي وأن أستفضل. إيه الحكاية؟ بتتدرب، بتجاهد، بتتعب، بتقمع جسدك، بتستعبده. وإيه تاني؟ وتاني تاني حاجات كتير كتير كتير. قالها لنا في كورنثوس الثانية إصحاح 4 وإصحاح 6، أقرأ لكم منها شوية عشان تشوف بولس كان عامل كده. شوف بيقول بيقول بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في محبة بالأرياء. إيه الكلام ده؟ راجل بيشتغل، لكن تقول لي محبة ربنا ونعمة ربنا وانت ما تشتغلش؟ طب يبقى ايه الفرق بين الكويسين والوحشين؟ ما كله بقى زي بعض. علشان كده يوحنا ذهبي الفم يقول ان احنا لا نستلقي على ظهورنا في كسل ونطلب ان النعمة تعمل فينا كل شيء. النعمة لا تعمل في المتراخين، لازم تشتغل والنعمة تشتغل معك، تشتغل والنعمة تشتغل معك. يقول لك لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يقول اسلكوا بتدقيق، ده بولس ده اللي بيتكلم عن النعمة. اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. يقول أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا ده لازم شغل أنت تشتغل. يقول مش بس تسعى نحو ربنا، ده بيقول اركضوا لكي تنالوا. يعني اجروا في الطريق الروحي على قد ما تقدروا. بيقول لنا الحواس مدربة. بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، دي مع أجناد الشر الروحية. بنصارع بنجاهد. تقول بس النعمة ومحبة ربنا ليك كفاية؟ مين يقول الكلام ده؟ ربنا عايز يشوف ازاي انت بتحبه، بتتعب من أجله. ده قيل عن يعقوب لما أحب راحيل تعب 20 سنة من أجله. وإنت تحب ربنا ما تتعبش من أجله؟ ما تجيش كده وبس ناخد اللاهوت الغربي وندخله في الأرثوذكسية. صدقوني أخطر ما يقابلنا الآن إن البروتستانتية تلبس عمم سوداء وتشتغل جوه الكنيسة. ما هو لو جالك واحد بروتستانت بلياقة منشية وبدلة ما جايز ما تقبلش كلامه، لكن لو جالك بعمم سوداء تقول لا ده أبوك. دي أصعب حاجة بتواجهنا حاليا دلوقتي. الناس اللي ياخدوا الأفكار الغربية وينشروها جوه الكنيسة، وتلاقي نفس المبادئ ونفس الأفكار بتسرح جوه الكنيسة. وبعدين يحصل إيه؟ يحصل لو واحد عمل اجتماع زي كده
تلاقي كل البروتستانت اللي في الكنائس الجايه يجوا يخشوا عنده يخشوا عنده يخش. بص يلاقي الاجتماع بقى لا ايه وقللويا ومجدا والحكايه حاصل جرالك. وهو لو قال غير كده ينسحب ويكش الاجتماع. فيبقى خلينا كده نكسب صداقه الناس. الارثوذكسيه هي الارثوذكسيه، وهي الكتاب المقدس، وهي تعليم ربنا، ولا تخدع الناس اطلاقا. ما تخدعش الناس، مش تقول لهم ناموا والنعمة هتعمل فيكم كل حاجة، افرحوا لأن أسماءكم قد كتبت في ملكوت الله، المسيح بيعمل فيكم كل شيء، انت مش محتاج تجاهد لكي تتطهر من خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يطهر مين؟ يطهر التائبين اللي بيحبوا ربنا. لكن انت تنام وتقول دم يسوع يطهرني من كل خطية، يطهرك ازاي؟ ده بيقول ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ما تجيش الامور كده. انا عايز نفهم كويس طريق ربنا. طريق ربنا انه بيعمل من اجلنا كل شيء، لكن لازم نشترك في العمل معاه. لازم نشترك في العمل معاه. المسيح قادر انه يمشيني على الامواج زي بطرس، بس لازم انا امسك في ايد المسيح. لكن لو بعد مفيش فايده. دي الطريقه اللي هي توصلنا لربنا، ان احنا نشترك في العمل معاه، نحارب من اجله ونجاهد من اجله ونتعب من اجله. ليه احنا بنحط الشهداء اعظم القديسين نحطهم في الاول؟ لانهم اكتر ناس احتملوا من اجل ربنا، واكتر ناس تعبوا من اجل ربنا. يبقى احنا لازم نتعب زيهم ونحتمل زيهم ونشتغل زيهم. ان ما كانش بسفك دم، يبقى على الاقل بان احنا نضغط على الارادة بتاعتنا. بل حتى شوفوا حكاية الدم يقول ايه الرسول، برضو بولس الرسول اللي اتكلم على النعمة كتير، بيلوم العبرانيين في عبرانيين 12:4 بيقول ايه؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يعني لو أدى الحال انك تسفك دمك مجاهد ضد الخطية، لكن تقول له بحبك يا يسوع، ايه بحبك يسوع ليه؟ طب وانت لما تحب يسوع مش تحبه بالعمل والحق، ولا تحبه وتمشي ضده؟ ولو مشيت ضده تبقى بتحبه؟ بيقول هذه هي المحبة ان نحفظ وصاياه. بتحبه الطوع، وابن الطاعة تحل عليه البركة. فلازم احنا نشتغل من اجل انفسنا. بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس، بيقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك. كلمة تخلص نفسك دي كلمة لطيفة. والذين يسمعونك أيضا، يعني خلاص نفسك لازم في جزء تجاهد أنت من أجله وتشتغل من أجل نفسك. ما تنامش، ما تتراخاش، ما تتكاسلش، وتقول النعمة تعمل فيا كل شيء. تقول المسيح غلب العالم وأنا في المسيح، أب أنا غلبت العالم. طب أنت في المسيح صحيح؟ فيه إزاي؟ أنت فيه إزاي؟ هو نجيب كلام الكتاب ونلبسه علينا تلبيس بدون ما ينطبق؟ ما هو لو كنت في المسيح والمسيح فيك، لما تبقى خلصت الحكاية. شوف المسيح بيقول ايه؟ اثبتوا فيا وانا فيكم. انتوا تثبتوا فيا وانا اثبت فيكم، الثبوت المتبادل. لكن افرض المسيح عايز يثبت فيك وانت مش راضي، يقول ايه؟ كل غصن لا يثبت في الكرمة يقطع ويلقى من النار. يجي يقول لك كل
جهادك الوحيد هو الإيمان، ما دام تؤمن يبقى كل حاجة خلص. ما عندنا إشمال، أنا موافق، بس أي إيمان؟ إيمان حي، لأن إيمان بدون أعمال ميت، فلازم يكون حي له أعمال. وإيمان إيه تاني؟ وبيقول في غلاطية الإيمان العامل بالمحبة. يبقى إيمان حي وإيمان عامل بالمحبة، والمحبة لها فاتورة طويلة وقائمة طويلة في كورنثوس الأولى 13. المحبة تتأنى وتترفق ولا تقبح ولا تظن السوء، إلى كلام كثير قوي. طب وإيه تاني؟ إيمان حي، إيمان عامل، إيمان مثمر. مثمر بيقول من ثمارهم تعرفونهم، كل شجرة لا تصنع ثمر جيد تقطع وتلقى في النار. ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداع وتعافى، كلام كتير في غلاطي 5:22 و23. هو بس كلمة إيمان ونجري بيها. أي نوع من الإيمان؟ هو كل إيمان يعتبر إيمان؟ لا، ده يبقى الناس مش فاهمين الكتاب. في كورنثوس الثانية بيقول إيه؟ بيقول جربوا أنفسكم، اختبروا أنفسكم، هل أنتم حقا في الإيمان؟ ويمكن مش في الإيمان. إن كنت في الإيمان صحيح يبقى إيمان حي، إيمان عامل، إيمان مثمر. فين دي؟ إن وجد ده كله يبقى ماشي، شغلك باين. من ثمارهم تعرفونهم، الشجرة الجيدة بتطلع ثمر جيد. انتوا فكركم لما الشيطان يجي يخدع الناس يخدعهم ويقول لهم امشي في الخطية، ده يبقى مش شيطان بقى، ده يبقى لسه جديد في الشغلانة، يعني ما تمرنش عند كبير الشياطين، ما خدش فصول توعية ولا فصول تقوية. ده الشيطان لما يجي يضحك عليك ويقول لك انت يهمك الشيطان، ده الشيطان ده تحت اقدام انت ولا يهمك من ده، المسيح غلبه، انت هتتخانق معاه ليه؟ ما هو ميت جاهز، الضرب في الميت حرام، سيب الشيطان محله، ده ميت جاهز. فتسيبه محله يطلع لك كده يرعص حي. لذلك بولس الرسول بيقول نحن لا نكهل أفكاره، ده حتى لو ميت ده احنا. بيقول ايه ده؟ الكتاب ما قالش كده، ده بيقول عدوكم مثل اسد بيزقر، فقاوموه راسخين في الايمان. تقول لي ميت؟ تقول لي تحت اقدامك؟ لا يا حبيب، ده اسد بيزقر، خلي بالك كويس قوي، خلي بالك، لأن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، أنت مش أحسن من غيرك. الشيطان ده جن، بلاش كلمة جن، جن دي ما جاتش في الكتاب المقدس، لا أنا هكلمكم عليها بعدين دي، لأن في آيات جت على الجن بس دي ترجمة عربية، لكن في الأصل العبري والترجمات الإنجليزية ما فيش كلمة جن، الترجمة العربية ترجموها كده. يعني الشيطان، فناخد بالنا كويس قوي، والإنسان الحكيم ناخد باله. طب العذارى الجاهلات، أهو كانوا عذارى وكانوا ينتظرون العريس وكان معهم مصابيح، لكن لأن ما فيش زيت ضاع كل الشغلانة بتاعته. انت عايز تمشي مع ربنا تكون مصابيحك مليانة زيت. بيقول السيد المسيح لتكن أحقاؤكم مشدودة ومصابيحكم موقدة.
وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يأتي، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. صحصحوا، خلي بالكم من نفسكم. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. تقول لي أنام والنعمة تصحيني؟ لا يا حبيبي، النعمة هي اللي تعلمك السهر. النعمة هي اللي تعلمك إيه؟ السهر. النعمة تقول لك قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. النعمة تقول لك ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب. النعمة ما تقولكش تنام. النعمة تقول لك قومي يا نفسي واستيقظي. ده الكلام المظبوط. لكن نتكل على محبة ربنا وما نشتغلش نضيع روحنا. ما هو الشيطان ممكن يضحك علينا بكلمتين زي دول. الشيطان ممكن يقول لك كلام روحي عشان ينيمك وينعسك. يقول لك تجاهد ليه عشانك انتصرت؟ ما انت انتصرت وخلاص. زي اخ بلاموسي مرة قال ليه انتوا بتقولوا كرياليسون يا رب ارحم 41 مرة؟ هو لسه ربنا ما رحمكمش؟ ما رحمكم من زمان، ليه تقول يا رب ارحم؟ الاخ المرحوم ده مش محتاج لكلمة يا رب ارحم، لكن احنا محتاجين لكلمة يا رب ارحم ليل ونهار. ليه؟ لان عدونا سهران. عدونا زي اسد بيزقر يقول ملتمسا من يبتلعه، عشان كل دقيقة نقول يا رب ارحم. انا عايز نفهم الروحيات على اصولها، ما ناخدش جزء منها ونسيب الجزء الثاني. تقول ربنا معاك واطمئن. صحيح انا اطمئن، لكن لازم برضو لما ربنا يكون معايا اشتغل انا راخ. القديس أغسطينوس بيتكلم عن فترات الخطية بتاعته بيقول ايه؟ بيقول كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. انت كنت معايا بس انا ما كنتش معاك. كنت بتشتغل فيا وانا مش حاسس بيك، مش دريان بيك خالص، مش هنا. تمام. زي ايه؟ زي امرأة لوط كان ماسكها الملاك في ايده كده وهلكت وهي في ايد الملاك. صدقوني دي حاجه تخوف، حاجه تخوف بصحيح. ما هو ملاكين، ملاكين كل واحد له ايدين يبقوا اربع ايدين. ايد ماسكه لوط وايد ماسكه مراته وايدين ماسكه البنتين. فايد منهم ماسكه امراه لوط وهلكت امراه لوط. ليه؟ لأن قلبها ما كانش مع الملاك، ولا فكرها كان مع الملاك، ولا رغبتها ولا إرادتها مع الملاك. كان إيد كده مادة بلا روح، عشان كده ترك ربنا مادة بلا روح شوية ملك. قال لها بلاش رياء، أنت مادة بلا روح، خليكي مادة بلا روح. يبقى لازم نكون إحنا مع ربنا، مش بس يكفي إن هو يكون معنا. أكتفي بالجزء ده دلوقتي. اتفضل. عاوزين كده كتير، الكنيسة محتاجة ده. بس ما تقوليش على ربنا. كمان ساعة. هنسالي برضه. I'm going to be a little bit higher than I can.
قراءة فالله علينا ويباركنا وينزل ربه علينا ويرحمنا ويبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا في الصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة والنقيين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه الأيام المقدسة وبركة القديس ماري مرقس وقديس الأمبرويس وقديس أسناس وسرسول وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العزراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وحبتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بالكريستوس بالنوت أمين وشفت مرة الحب لتكون مع جميعهم أملوا بسلام.